السلام عليكم ورحمة الله. كان المسلمون يتصدقون على أهل الذمة، وأهل الذمة هم غير المسلمين الذين يعيشون في كنف المسلمين. وكان للمسلمين أقرباء وأصهار وأخوة في الرضاعة من أهل الذمة. فلما كثر فقراء المسلمين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا إلا على أهل دينكم. فأنزل الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فلما نزلت قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل الأديان. لست أيها الرسول مسؤولا عن توفيق الكافرين للهداية، وإنما عليك البلاغ المبين، ولكن الله يشرح صدور من يشاء لدينه ويوفقه له، ويهدي من يشاء إلى نور الإيمان وطريق الحق. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. قد يتوهم البعض ويظن أن هناك من تعارض في القرآن الكريم بين قوله تعالى: ليس عليك هداهم، وقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية نوعان: هداية الإرشاد والدلالة والتبليغ، وهداية التوفيق إلى الحق والإلهام. فالآية الأولى تشير إلى هداية التوفيق إلى الحق والإلهام، وهي بيد الله وحده. وأما الآية الثانية فتشير إلى هداية الإرشاد والدلالة والتبليغ. وما تنفقون من خير قليل أو كثير على مسلم أو كافر فلأنفسكم راجع إليكم نفعه، وما تبذلوا من مال يعود عليكم نفعه من الله، والمؤمنون لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله، وما تنفقوا من مال مخلصين لله يوفى إليكم ثوابه يوم القيامة، وأنتم لا تظلمون ولا تنقصوا شيئا من ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله: دين الإسلام دين تسامح وتعايش، لا يحرم أحدا أبدا من عطاء الربوبية ولو كان على غير الإسلام. جزاكم الله خيرا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.